السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاهدوا الفيديو وشارجع لكم في الكلام. ما يفترض به دواء تحول إلى طريق للموت عبر ضعاف نفوس تمادوا للعبث في أهم مساطر الصحة العامة، وهو الدواء، معمل لمسة الإخلاص وفقا لتسمية صاحبه. يصنع الدواء في داخل منزل سكني ببيت معياد جنوب العاصمة صنعاء. يصدمك المكان والمشهد من أول وهلة. مشهد الجدران تظهر أن المكان لم يخضع لعملية تنظيف منذ أشهر، بقيت كتابات الذكريات قائمة. المواد الخام تظهر بعضها في الصورة مربوطة بأكياس حرارية من المستخدمة في شراء المواد الغذائية. ماكينات خلط الدواء أدوات يدوية تستخدم لتعبئة دواء يفترض أن اليد البشرية لا تصله أبدا. المكان برمته يفتقد أدنى معايير التصنيع الدوائي والتهوية الصحية، كما الاشتراطات الصحية تبدو غائبة عمن عملوا في هذا المكان. شاهدت الفيديو؟ طبعا أنا شفت الفيديو. قصتي إن هذا الشكة بيفعلوا داخلها غوار، يعني بيفعلوا داخلها زعقة، وإنهم طلعوا بيفعلوا داخل الشكة هذه أدوية، بيصنعوا علاجات داخل الشكة هذه. الشكة هذه ما ينفعش يصنعوا داخلها شمة، حتى الشمة ما ينفعش داخل الشكة هذه يفعلوها، فما بالكم بأدوية علاجات قطر للعيون بيفعلوها داخل الشكة هذه، بيفعلوا قطر للعيون. وإحنا بنقول ليش الشعب اليمني كله أحول أذرن من إيش؟ بسبب الشكة هذه. طلع أن العلاجات الذي في السوق كلها بتخرج من الشكة هذه، ويمكنونا من مصر، من بريطانيا، من إيطاليا، وإني من داخل الشكة هذه. الشكة هذه طلعت في إيطاليا مش في بيت معياد. طبعا هذا الشكة في بيت معياد، بس يعني فرق ولا المركز الرئيسي حكا في إيطاليا. تخيلوا هذا الذي في السوق كلها الأدوية الإبر المغذية كلها بتنتج من داخل هذا المكان من هنا. والله يعني لو ما نجي نشوف العلاج من بريطانيا ولا هذا ألماني، علاج ألماني ذا ألمانيا هذا ألمانيا من هنا. تخيلوا عليكم لعنة الله. من نسب من؟ نسب ذا من؟ نلعن من؟ الذي بيفعل الأدوية داخل الشكة هذه ولا الدولة ولا الشعب؟ من نلعن من؟ أي شو؟ والله ولا في إسرائيل، لو إحنا عايشين في إسرائيل ما يقع بنا هكذا أدوية منتية؟ الشعب بيتعالج بأدوية منتية؟ مواد غذائية منتية؟ قبل أسبوع نزلت فيديو على المواد الغذائية، اكتشفوا مصنع بيعيد تصنيع المواد الغذائية المنتهية، بيعيد تصنيعها، ما بيتلفهاش، بيعيد تصنيعها، يعني مواد غذائية منتهية. والآن يكتشفوا شكة بيفعلوا، ما بيعيدوش تصنيع الأدوية المنتهية، لا، ما بيعيدوش تصنيعها، بيفعلوا علاج، بيخترعوا علاج داخل شكة، استأجروا غرفة حمام المطبخ، بيفعلوا علاجات، يعني يشتوي وقعوا نيوتن، بيفعلوهم علاجات، بيخترعوا وبيبيعوا للصيدليات، والصيدليات بيشتروا. الصيدليات أهم شيء ربح، هم تجار، أهم شيء أربح، أهم شيء تبيع لي بسعر رخيص. وزارة الصحة تختم لك طبيعي بمئة ألف، شيء تصنع حتى شيء تفعل علاجة في الحمام فعل عادي، ما يهمناش. وفقد قتلوا 50 طفل داخل المستشفى الكويت، عادي سالم، أهم شيء زلات، أهم شيء. في بلادنا أصبحت تاجر، يعني بلادنا كل واحد بيتاجر على أرواح الناس، على حساب الناس، أهم شيء يربح. يموتوا 50 60، يتسمموا إذا يقع عجمة وقع، أنا ما يشتوا ربح. هذه هي اليمن، علاجات منتهية، يعني أهم شيء في البلاد الأكل والعلاج، منتهيات علاجات ومواد غذائية منتيات. والله ولا في إسرائيل، والله يا جماعة إن اليمن هذه يعني فيها جن،
اليمن مشكونة، مشكونة فيها جن ولا علينا لعنة ولا الله غضب علينا غضب، في شيء في شيء. ما مش دولة في العالم بيقع بها نفس ما بيقع في اليمن. يا جماعة الخير أدوية منتهية، أنتم دان أشعني أدوية منتهية، مش منتهية، سه لو بي أدوية منتهية بيبيعوا سه عادي، هذا بيصنعوا أدوية بيفعلوا يعني يدي مواد ويدي ذا وشوية زيت وشوية ويشخرة داخل وتفال وصنطل ويعصر صنطل ربل ويفعل عليه ويخترع يعني هكذا بيستخفوا بأرواح الناس. احنا ما علينا من هؤلاء الذي بيصنعوا الأدوية، ما علينا منهم، هؤلاء يعني كفار، هؤلاء كفار، هؤلاء قتلهم تقرب إلى الله. هذا الذي بيفعل هذه الأدوية أقسم بالله العلي العظيم فتوى مسؤول بها أمام الله، مسؤول بها أمام الله، أقسم بالله إن دمه مباح. الذي بيسمم الناس، الذي بيموت الأبرياء المستضعفين المساكين، هذا يعني هذا دمه مباح، هذا قتله حلال 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 حلال. هذا مفسد في الأرض، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يبيع مواد غذائية منتهية، يعيد تصنيع ويبيعها في السوق، بيسمى الناس المستشفيات، واحد مورم سرطان في عينه، واحد مورم مدري ما، واحد في فشل كلوي، واحد المستشفيات ملان بسبب ايش؟ بسبب الاكل المسمم المنتهي، بسبب الادوية المنتهية. هؤلاء الذي دارين بهذا الشيء، داري بان هذا منتهي المواد الغذائية، ولا بان هذا الدواء تم تصنيعه في اليمن بطريقة غير صحيحة، بذي هؤلاء يمتسكوا ويتحاسبوا. هؤلاء الجماعات، هؤلاء هم عصابات، هؤلاء يمتسكوا ويتحاسبوا وإعدام في أول جلسة يحكم عليهم القاضي، إعدام ولا يعدموا القاضي، ولا القاضي هذا إعدام، ما بش أي نقاش. الذي بيصنع العلاج إعدام، والذي بيعيد حق المواد الغذائية إعدام، الذي مشارك لهم، الذي داري وساكن، الكل إعدام. هذه أرواح ناس، أرواح ناس. الذي يتوسط لهؤلاء إعدام، إعدام هؤلاء يعني كل من شارك وكل من تعاون معهم وكل إعدام، أرواح ناس. خلوها عبرة، اسكعدموا لنا 2-3 تجار من حق الأدوية ومن حق المنتجات الغذائية الذي بيبيعوا منتج، اسكعدموا لنا 2-3 في التحرير، اسكا خلوا يعني الشعب هكذا يرتاح شوية. فساد فساد، سرقناه بالظلم بذي، ولا يعني بامتسكوا حتى المرة الأول حق المواد الغذائية الذي بيعيدوا تصنيع المواد الغذائية وقدي منتي، امتسكوا وينهم؟ لا شفنا لهم جلسة في المحكمة، لا احنا دارين منهم، لا الآن هؤلاء الذي امتسكوا في حق الأدوية امسكوا وينهم؟ اينهم؟ يعني يحتبسوا وينهم؟ اسبوع اسبوعين الموضوع ترند منتشر في كل المواقع، ايوه خلاص الناس سكتوا ونسيوا القضية، شهر براءة خلاص خرج. هي هكذا اليمن، اسكعدموهم، اسكا يا شعب اليمن كلنا نتكاتف يد واحدة ضد هؤلاء الذي بيعيدوا تصنيع المواد الغذائية المنتهية والذي بيصنعوا الأدوية في اليمن بطريقة غير صحيحة. هؤلاء كلهم نتابعهم، كلنا نتابع القضية هذه، كلنا يوميا ننزل منشورات عليهم لو ما يتم اعدامهم، لا ننبعش من قضية لا قضية لا قضية. غدوة واحد سطم بمتر، الكل الشعب كله يتجه صلاة، واحد سطم متر شوفوا كيف حادث، واحد طلق مرته، يعني يتطرقوا إلى حاجة تافة وينسوا المهم. خلونا نركز على المواد الغذائية وعلى المنتجات الغذائية، هؤلاء نركز عليهم وينهم؟ هؤلاء الذي بيبعثوا في البلاد والذي بيسمم الناس وينهم؟ هؤلاء إعدام. أقسم بالله العظيم يا حكومة صنعاء، إذا ما تم إعدامهم أقسم بالله لا نقتلهم إحنا، والله لا نقتلهم، وندخل في يعني هدار، وندخل في ثارات وملاحقة شوارع فلذلك اعدموهم أنتم، اعدموهم وضحوا للناس إعدامهم، ولا والله العظيم لا نقتلهم إحنا، لا نذبحهم ذبح، جئناكم بالذبح.